فقد علمتم أننا لا نأمن حال العراق وخراسان، ولا أعرف ما الذي يحدث في خراسان. فهذا والينا نصر بن سيار يحذرنا من فتنة كامنة ودخان لا ترى ناره، أشباح تتحرك في الأمصار لا نعرف لها اسما ولا أصولا. ألا يذكر أمير المؤمنين تلك النبوءات عن بني العباس الرايات سوء، وكلام علي بن عبد الله بن العباس في مجلس أمير المؤمنين قبل وفاته أولاده الذين يرثون الملك؟ كان شيخا خريفا وأفضى إلى ربه، وهذا ولده محمد بن علي يقدم علي بين الفينة والأخرى فيستفيدني ويطلب صلتي ويظهر الطاعة. إننا نتحدث عن أشباح تعمل في الباطن المكتوم، ولكن محمد بن علي مقيم مع إخوته وأبنائه في الخميمة، وقد اعتزلوا مواطئ الأقدام ولم نسمع من طرفهم.